طبعا ما تيجي تنقي الحمامه من عند بتاع الفراخ تخلوه شويه ينقي لك، هينقي لك اصغر حاجه عنده عشان يمشي الكبير. يعني الثقه زياده عن اللزوم في المواضيع دي، تلاقيه جايب لك عصفوره كده يقول لك هي دي احسن حاجه موجوده. لا، انت تمسكي الحمامه بايدك كده، بايدك كده، هو يعني انت تكتفي الحمامه تمسكيها كده كده، هي طبعا هتبقى صاحيه ما تقلقيش منها. بصي دي كده، لازم ايه الصبعين دول يبقوا مش طايلين بعض، عشان هي يعني وهي لسه مليانه بيبقوا الصبعات دي مش مليانه بعض. ده تعرف ان في صدرها في لحم، بدل انت لو جبتيها عصفوره او هو نقاها لك انت خلاص بتعملي عظم مش بتعملي حمام. انما هو عندنا كل المشكله في الحمام الصدر بتاعه ده، هو ده اللي بتنقي منه الحمام. لازم يكون لو العظمه دي ظاهره ما تشتريهاش، ملهاش لازمه، هتلاقي ان سيرتين في الجناب وخلاص. لازم العظمه اللي هنا ما تبقاش ظاهره، تبقى مقفول عليها ايه بلحم الحمامه كده. ده المهم، ده كده تنقيه الحمام. يعني وهي صاحيه اروح ماسكاها كده من ظهرها وماسكه كده. طب انا مش هقدر امسكها، انا بخاف من حمام، خليه يقلبها لك وبصي على صدرها، لقيت العظمه اللي هنا بارزه قول لا مش عايزه. تمام؟ نملاه سونار. ولا بنرجع قطع. بص اهي هي كده، في اصل الحمام ما فيهاش حاجه اصلا، فهي حاجتها صغنونه خالص يعني، هو ما فيهاش غير الصدر ولا كده، لازم اللي ياكل الحمام يبقى في مصمص مش بيعرف ياكل كده وخلاص، هتلاقيه كل حتتين الصدر ده ورمى الحمامه. ده بيحصل. طيب نيجي بقى نحشيها، يلا بينا. بعد ما عرفنا ازاي ننقي الحمامه، وعرفنا ازاي ان احنا ايه نعمل لها اشعه وسونار زي الدكتور ما عايز، ماشي. هنيجي بعد كده بقى نعمل ايه؟ نعمل ايه الحشوه؟ نغسلها. نبدا بالغسيل عشان طبعا ايه تبقوا عارفين برضو غسيلها شكله ايه. انت بتجيبيها مدبوحه ونظيفه، واهم حاجه اوعي يقطع لك الزور ده، الحته دي اوعي يقطعها، الحوصله اسمها. بتمرري بقى انت الحنفيه من هنا كده وتغسلي الايه، انا عارفه عرايس جوز كتير مش بيعرفوا يعملوا حمام بقى طبعا، يعني حتى في بيت اهاليهم ما بيعملوهوش، بس بقى اما يجوا يتجوزوا بيضطروا، ما فيش حاجه لازم يعملوا، لازم يعملوه، ما فيش حد جنبهم يعملوا، فبيبقوا واثقين قوي في الراجل بتاع الفراخ عاملها لنا حلو نظيفة، عشان انا مش بعرف انقي ولا بعرف ايه اعملها. فلا انت نقي، كبرتي خلاص واتجوزتي وعرفتي كل حاجه، اما زي ما قلت لك بتجيبي اللي هي ايه يقلبها لك الناحيه دي. نيجي نغسل بقى، معلومات جديده بقى زياده توكيد. هحط بقى الحنفيه هنا كده ميه وخليها تنزل من الناحيه دي من الزور، ماشي، وتلاقي تمدي ديك كده هنا في هنا اهو، وتسحبي لو في اي زيادات. ساعات بيبقى ايه سايب حته من الحوصله كده ولا حاجه، تسحبي كده بايديكي او الزور او اي حاجه، كلها بتنزل مع الميه، وانت بتسحبيها من الناحيه تغسليها كويس جدا، وبعدين تنقعيها في شويه ميه صغيرين وخل، في شويه ميه وخل، خل صغير حبه، يعني مثلا اعملي قد طبق ميه كده زي ده، وحطي معلقتين، مش ما تكتريش الخل، يعني معلقتين خل بس، وسيبي فيها الحمام شويه، وبعد كده طلعيه بالشكل ده. خلاص نيجي بقى بعد كده نعمل لها الحشوه. الحشوه دي عباره عن ايه؟ رز وبصل مبشور وشويه ملح، ودي الحشوه القديمه النيف نيف خالص اهي. هنقول مثلا انا هوريكي بايديا، بص لو ناخد كبشه كده حمامه، تاخد دي حمامه تاخد كبشه كده، دي كفايه عليها قوي علشان ما ايه علشان ما تزيدش منك وما تفرقعش. انا بس هعمل زياده علشان انا عايزه احط ايه، مش هطبخ رز ولا هطبخ حاجه، ممكن اعمل شويه ملوخيه جنبها وخلاص، فممكن اعمل شويه رز كده زياده عشان ايه بيبقى طعمه حلو برده جدا على فكره، هو جنب الحمام. ادي كده مثلا انا عملت كوبايتين كفايه اللي هنعمل بيه. بصلايه مبشوره عليها كده، ماشي، وشويه ملح وفلفل، يب شكرا، شويه ملح يعني قولي كده على التلات كوبايات دول، معلقه كبيره، معلقه كبيره مش مليانه، شويه فلفل اسود، عارف البهارات اللي هي مشكله شبهها، بس انا هحط رشه صغننه اهي جنزبيل، ورشه صغننه خالص قرفه مش تحس بطعمها. تمام كده، عشان ما جابوها ليش، اه ما جابوليش قرص والكبده، اه مش اه يعني احنا ممكن لو هتحطي طبعا الكبده والقمصه بتيجي معاها قطعيها رفيع قوي وحطيها فيها هنا، ماشي. وفي كمان ممكن اقطع الكبده وبعدين بحط القمصه في الاخر عشان الرز ما يطلعش، بس للاسف الحمام، ايوه شاطر انت بتاكل حمام كتير وعارف الكلام ده. ماشي،
نحط شويه زيت صغيرين. تمام كده، يبقى انا كده ده رز الحمام اهو خلاص، بصل مبشور والرز وملح وفلفل وشويه بهارات كده صغيرين، او شويه زي ما انا عملت كده رشه قرفة على رشه جنزبيل، واقلبهم كلهم مع بعض. عندك الكبده قطعيها رفيع قوي في وسط الرز، والقناصه خليها بنحطها في اخر بعد ما بنحشي خالص عشان الرز ما يطلعش بره، بس للاسف انا مش عندي. فانا هنا حاطه ملح وفلفل وورق، وحطيت حبهان وحطيت الطماطمايه والبصلايه والجزرايه، وسايباها تغلي زي ما بقول لك كده، هتاخد حوالي ساعه الا ربع، من نص ساعه ساعه الا ربع. بصوا الحمام اتسلق، حطيته بقى في الصينيه فوق الرز، بس طبقه الرز رفيعه جدا اللي هي النيه زي ما هي، بس رفيعه خالص، لان طبعا تحمير الحمام مش هياخد وقت كافي لتسويه الرز، فلازم الرز يكون ايه رفيع خالص عشان ده مش نص سوى. لو السوى اللي انا بحشيه الحمام وهو الرز مستوي ما عنديش اي مشكله، طبقه كبيره طبقه رفيعه زي ما تيجي، انما انا عاملاها طبقه رفيعه خالص دوك، بس يعني ما يكملش، مفيش حبه صغيرين جدا، عشان احط الميه مجرد ما تغلي بتسوي كام رزايه الموجودين فيها وخلاص. على كده بعمل لها ايه بقى، معلقه صلصه كده عشان احمرها، وشويه زيت او سمنه، يعني يا زيت يا معلقه سمنه سايحه، وشويه فلفل اسود وشويه ملح، ودي كده الخلطه اللي هن ايه، وسنه ميه، سنه ميه افك بيها الصلصه دي لتحمير اي حاجه مش الحمام بس. تحمري دي كرومي، بط، وز، فراخ، دي بتخليها لك بقى ايه، بتبرق كده بقى حاجه كده زي اللي تشوفها في الافلام. بس بقت بالشكل ده، بروح واخده بقى كده الصلصه بفرشه وحاطه كويس قوي على الحمامه.